وإنه من المؤسف في وقتنا الحاضر أن بعض الشباب اتخذ من بعض العلماء رموزا، يقتدي بهم ويوالي من والاهم ويعادي من عاداهم، ولو كان الذي عاداهم بحق والذي والاهم بغير حق، وصاروا يتنازعون فيما بينهم، ما تقول في فلان ما تقول في فلان، لماذا؟ أقول هذا فلان يخطئ ويصيب، إن أخطأ وهو مجتهد فخطأه مغفور، وإن أصاب له أجران. أما أن أوالي من والاه وأعادي من عاداه مهما كان الأمر فهذا لا يجوز.